الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار. وذكر مصدر مالي أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي مقدار 1,150,204,624 دولارا، بمعدل يومي بلغ 230,040,000 دولار. وأشار إلى أن معظم المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحساب المصارف في الخارج إضافة إلى البيع النقدي نحو 1460 دينارا لكل دولار واحد. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض صادرات العراق النفطية إلى أمريكا إلى النصف خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 222 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، منخفضاً إلى النصف عن الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 400 ألف برميل يومياً. وأضافت أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 8 دول بلغت 5,782,000 برميل يومياً، مرتفعة بمقدار 661,000 برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه. قالت شركة تسويق النفط العراقي سومو إنها تلقت طلبات لزيادة الكميات المصدرة من النفط العراقي لآسيا، مؤكدة أن العراق حقق 82 مليار دولار من عائدات النفط خلال الأشهر الماضية. وأضاف مدير الشركة سومو علاء الياسري أن العراق متعاقد تقريبا مع جميع المصافي الحكومية في الصين والهند، مبيناً أن هذه الدول ليس لديها استعداد للمغامرة بالتخلي عن النفط الخام العراقي مقابل الخام الروسي، منوهاً إلى أن العراق هو المورد الأول للخام في الهند منذ 3 سنوات. وأكد أن إيرادات التصدير لدى وزارة المالية تراوحت خلال الفترات السابقة بين 1.5 مليار و 1.2 مليار قبل إبرام الاتفاقيات مع هذه الدول. أيد وزراء الطاقة الأوروبيون اتخاذ سلسلة إجراءات عاجلة للحد من تصاعد أسعار استهلاك الغاز والكهرباء، وصولاً إلى اقتراح وضع سقف أسعار واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي. وتوافق ممثلو الدول 27 إثر اجتماعهم في بروكسل على توجه مشترك للتصدي لارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا، وطلبوا من المفوضية الأوروبية أن تعد خلال بضعة أيام اقتراحاً متيناً وملموساً. وعلى هامش الاجتماع اقترحت الهيئة التنفيذية الأوروبية على الدول الأعضاء آليات عدة لكنها معقدة غالباً، مع أمل بتوصل بحلول إلى مشروع قانون يتم التفاهم بشأنه تمهيداً للموافقة عليه سريعاً. ارتفعت أسعار النفط بنسبة 4% بفعل تهديد روسيا بقطع إمدادات النفط والغاز، على الرغم من أن العقود الآجلة للخام سجلت انخفاضاً للأسبوع الثاني مع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد، إضافة إلى تأثير القيود التي فرضتها الصين للحد من تفشي فيروس كورونا على التوقعات بشأن الطلب. وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف تصدير النفط والغاز إلى أوروبا إذا وضعت حداً أقصى للأسعار. كما تلقت الأسعار دعماً من إعلان أوبك بلاس هذا الأسبوع انخفاضاً طفيفاً في الإنتاج. وإلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام موجز، إلى اللقاء.